نرجع اذا للرسمه نفس الرسم اللي رسمناها بشوي او اذا بدكم حتى نقارن الرسمتين ناخذ هون راح احط هون constant excitation increasing load او varying load وعلى الجهه الثانيه هون راح نحط constant load varying excitation فهون عندي فاي بغير فاي بس الباور هون constant وهون فاي constant اذا الباور هون بغيرها برفع ورسمنا الرسمة تبعتها امبارح جينا حكينا هون رسمنا دي فاي وبعدين حطينا اعتبرنا انه ات لايت لود راح يكون هذا اي اي بزاويه هون ليدنج واخذنا هون عمود على هاي اي ستات لاني طرحته هذا ماينس اي ستات على فكره هون كاني اخذت ماينس اي ستات وبعدين حكينا هون هاي اي وبعدين لما يجينا قلنا بدنا نغير هلا لو بدي اغير بدي اخلي الاكسايتيشن كونستنت اذا اي اي لازم تضل المحل الهندسي لراس اي اي على دائم فهذا الطول راح يضل كونستنت هون كونستنت كونستنت لحد ما فهذا المحل الهندسي تبعه ايش بالانجليزي المحل الهندسي؟ لوكس فالمحل الهندسي لهذا راح يتغير بهاي الشروط راح يضل هذا الطول كونستانت لانه اي اي تساوي كي فاي اوميجا اذا اي اي اذا فاي كونستانت واوميجا كونستانت معناها اي اي كونستانت واللي بتغير مع بي اذا بتتغير دلتا بتطلع والزاويه دلتا وهي الزاويه دلتا هون اللي هاي وهاي راح تكون دلتا 1 والان اذا بصير عندي ظروف جديده بغير هيك من هون بتغير مع اللود بتغير اي ستات هذا اي اي لازم يكون عمودي على الستات مضبوط راح تغير اي اي هون واذا رديت زدت وصارت عندي هاي دلتا 2 هاي دلتا 3 والدليل انه الباور بتغير او عم بزيد الخط الاحمر اللي رسمناه وين رسمنا الخط الاحمر اللي هو بتناسب مع الباور هو مش الباور الخط الاحمر هو الخط العمودي اللي نازل من هون لهون هذا الخط هي مثلا باور 1 او بتناسب مع باور 1 وهذا الخط اللي موجود هون بتناسب مع باور 2 اللي هو اي اي ساين دلتا مضبوط ساين دلتا 1 وهذا راح يكون ثاني هذا هون اللي هو هذا اي اي ساين دلتا 2 وهذا عندي هون الباور الثالث فالباور واضح انه الباور بتزيد مش لانه هذا الطول الباور لانه هذا الطول يتناسب مع الباور لانه هذا هو عباره عن اي اي كوساين ثيتا اكس اس وهون عندي راح يصير هي الزاويه الثالثه اللي هي دلتا 3 وراح يصير وكل ما حركت هذول راح اوصل بين هذول الخطين واخذ خط عمودي عليهم فاي ستات على فكره هون شوفوا شو صارت هيك وين الخط العمودي اللي راح ينزل على اي ستات من الاوريجن تقريبا هيك اذا شو صار بثيتا هلا صار اللود لاكن صارت الباور فاكتور صار لاجين كل ما تغيرت هاي هذه راح تنزل راح يتغير هذا في ستات حتى نزل خط عمودي عليه هو نفسه اتجاه اي اي فاي راح تبدا لايتلي لود راح لما لايتلي لود راح تكون ليدنج زيرو بعدين لا نطلع هلا على الحاله الثانيه الحاله هون هلا غيرنا فاي وخلينا بي كونستنت اول شيء لما نخلي بي كونستنت مين اللي لازم يضل ثابت هذا الخط الاخضر او الاحمر اللي هون لازم يضل هذا ثابت حتى تضل الباور كونستنت اذا لازم المحل الهندسي لراس اي شو يكون خط بهذا الشكل لكن فاي عمالها تتغير فاذا فاي بتتغير معناها اي اي بتساوي كي فاي اوميجا اذا اي اي كمان راح تزيد وتنقص بتغير فاي اذا هي بطلت طولها كونستنت لانه تحت هاي الظروف خليت بي كونستنت وغيرت فاي نرسم الفيزر دايجرام راح ناخذ في فاي هون
بعدين رح نيجي هلا نقول انه الباور كونستانت، فرح اخذ خط من هون، نرسم الخط هذا بالاخضر تحت هون، هذا بده يضله كونستانت، مش لانه هو الباور، لانه بروبورشنال للباور، فهذا الخط بده يضل كونستانت. إن صار المحل الهندسي لاي اي ونرسم هلا اي ستات، اي اي ستات من هون لهون، مد هذا الخط وبدي انزل منه خط عمودي هون، هذا راح تكون ثيتا 1 وهي دلتا 1. هلا هون دلتا عم تتغير، هي دلتا 1 هي دلتا 2. طب كيف دلتا بتتغير وانا قلت انه الباور كونستانت؟ ايش اللي بتغير؟ اي اي تغيرت، الباور شو بتساوي؟ 3 في فاي كونستانت اكيد، واكس اس كونستانت اكيد، بس مين اللي صرنا نغيرهم مع بعض الان؟ ساين دلتا. هون كانت اي اي كونستانت، بس هون اي اي مش كونستانت، فعم تتغير دلتا وتتغير اي اي، بس المحصله انه الباور كونستانت، فالتغير اللي بساين دلتا عم بعوض التغير اللي بصير ب اي اي، فكل ما زدت اي اي شو بقدر اعمل بدلتا؟ إذا زدت إيه بقدر أنزل دلتا، لأنه هذا ساين دلتا مش كوساين دلتا. بس هلا اطلعوا على الكرنت، لما كانت إيه أطول ما يمكن إيش كان الكرنت؟ ليدنج. لما بديت أنزل إيه أنزل فاي، ولما نزلت فاي نزل معي إيه صح، ينقص الطول تبع إيه، شو راح يصير بهاي الزاوية؟ راح تبدأ تنزل من هون. بشكل عام جيد إني أخلي الإكسايتيشن على أعلى إكسايتيشن ممكن. ليش؟ إيش الأسباب؟ ليش بفضل إني أخلي الإكسايتيشن عالي؟ في اكثر من سبب، او في سببين، خلينا نقول في سببين. يلا بضل ليدنج. تمام احسنت. اذا اول شيء بضل ليدنج، هاي بتساعدني. فاذا انا حاطه في المصنع، على فكره بتعرفوا انه في كانوا زمان قبل الكاباسيترز وقبل ما يصير في الكترونيك باور فاكتور كوركشن، يشتري سينكرونس كوندنسر، يجيب سينكرونس موتور، وحتى لدرجه ما يطلعوا له الشافت منه. عارف عمرك انت شفت واحد بيشتري محرك مش طالع منه شافت؟ بتقول هذا اهبل، مزبوط؟ بس هو مش محتاجه للميكانيكال، شو بيعمل فيه؟ بحطه وبشغله وبصير يلف ومش طالع منه اصلا درايف شارب، بس ايش الهدف منه؟ يعمل باور فاكتور كوركشن. فانا كل ما زدت الاكسايتيشن من هون شو بصير معي؟ بصير عندي هون ليدنج، مور ليدنج، مضبوط؟ طبعا على بصيرش ازيده عن الحد المطلوب، لازم اتحدد بالحد المطلوب. اذا هذا اول سبب بحسن الباور فاكتور وبكون ليدنج. تمام، ايش السبب الثاني؟ تمام، واللي هو بيعطيني اعلى تورك ممكن. فانا لما بزيد اي اكبر ما يمكن بزيد عندي باور اكثر ما يمكن، فتاو بيكون اكبر، لانه تاو بده يساوي في فاي اي اي ساين دلتا على اكس اس، فبيسمح لي هون انه اقدر اجيب تورك اعلى على نفس الكونديشنز، فبضمن انه محرك، اذا طبعا مش مستخدمه للباور فاكتور كوركشن، اذا انا مستخدمه بقدر اجيب اعلى تورك ممكن من هذا المحرك. هذول السببين بدعوني اني اخلي اي اي اطول ما يمكن. طبعا ما بصيرش اتجاوز لها. كيف بزيد الاكسايتيشن من ناحيه واقعيه؟ نزيد الكرنت اللي ماشي فيه الروتر. اذا متذكرين الروتر من هون الالكتروماجنت، اذا بيرمننت ماجنت ما بقدر احرك فيه شيء، اذا كانه الكتروماجنت هاي الكرنت اللي ماشي في هذا الروتر من هون، هاي هذول بيطلعوا الطرفين من هون. حتى ازيد الاكسايتيشن ايش بزيد؟ بزيد الفيلد كرنت، واذا زدت الفيلد كرنت بزيد عندي طول اي اي، واذا كانه الباور كونستنت راح اي اي يتحرك بهذا الاتجاه، فبعطيني اكثر باور، احسن باور فاكتور من ناحيه ليدنج. اذا بستعمل الباور فاكتور كوركشن مثلا بحسن الباور فاكتور في المكان. بس انا